كتشوف بحال كنا جوج اللي غاديين في نفس الطريق واحد تينقص يعني واحد الجانب تيتحيد جوج ديال الناس بالنسبة لي ولا بالنسبة لجميع ديال الإخوان اللي كيعرفوه واللي اشتغلوا معاه واللي كدا يعني أنا كيف تنقولوا بالدارجة هو أنه صحيبي مشى بسطاو بصحيبي اللي كان كيهز مع العمل اللي كان يواسيك وكذا ويشجعك على وكذا ونشجعوا بعضياتنا صحيبي مشى يعني ماشي غير لأنه ولكن الكل المغاربة وحنا كنشوفوا كيفاش الناس كي الحضور ديالهم ثم محمد بسطاوي يعني كان إنسان اللي محبوب عند الجميع محبوب عند الأصدقاء دياله في الميدان محبوب عند كل الشعب المغربي عند كل المغاربة اسمه محمد بسطاوي إنسان اللي كان مهموم بهذا الميدان ديال الفن بالنسبة للمسرح ولا بالنسبة للسينما ولا الدراما التلفزيونية من الهم ديالو هو تطوير هذا الميدان في بلادنا من الهم ديالو هو كنا دائما أي حاجة كتزاد في هذا الوطن زوينة إلا وكيفرح ليها اسمه محمد بسطاوي الإنسان فنان كبير وفنان عظيم ومحب للناس محب للفقراء محب للجميع هذا اسم محمد البسطاوي محمد البسطاوي كان أهم شيء عنده هو من اللي كيمتع الآخرين من اللي يحس بالمغاربة أنهم كيتمتعوا بالأعمال دياله فهذه هي اللي كانت هذه هي أجمل شيء عنده هو أنه يشوف المغاربة كيتمتعوا يعني كيبذل مجهود أكثر من جهد من على صحته وعلى ذاته لكن اللي كيفرحوا اكثر وملي يشوف المغاربه عجبهم الاعمال ديالو يعني المتعه ديال الاخرين هذا هو الهم ديالو كان انسان مهموم يحب هذا الوطن يحب هذه البلاد كان اي حاجه تزادت في هذه البلاد الا وكيفرح ليها وكيتمنى الخير وتيتمنى لان الناس كلهم الفنانين بالخصوص المبتدئين في الميدان كانوا كيعرفوا كيفاش انه محمد بسطاوي كيساعدهم ويبغيهم يكونوا احسن منه يعني ماشي شي انسان اللي كيبغي الاخر انه يكون اصغر منه بالعكس هو تيبغي يكبر مع الناس هذا هو محمد بسطاوي الانسان الفنان الكبير العظيم.